السلام عليكم. بزافكم عندها هاد الصباط هذا وما عارفاش ديالاش. هذا باش كنركبوا لا بوتونيير، باش كنخدموا لا بوتونيير العوينات ديال الصدفه. الوغ هانتوما انا بغيت هنايا سنتيم ونص كتجي تريكليها، بغيتي جوج سنتيمتر كتزيدي، بغيتي سنتيم كتنقصي، هي كتحبس اوتوماتيكمون بوحدها. نجيو نبداو بهاد لي بوين هادو، ومن بعد غندير هادو، ومن بعد هادو. دابا الاولى اللي كنبدا بها هي هادي اللي فيها الفوق والتحت، صافي. كتجيو تدخلوا الخيوطه ديالكم هكا من التحت، تحت الصباط هكا، وكتعلموا التوب ديالكم ديك لا بوتونيير العوينه شحال بغيتو فيها، جو سنتيمات ولا سنتيم ولا سنتيم ونص. انا خديت سنتيم ونص، غنجي نحط ديك سنتيم ونص ما بين هاد الخطه ديالي غادي على العرض هكا. نديرو هادي اللي فيها غرزه الفوق لتحت، ونمشي نبدا ما بين الصباط والتوب، كتخلي واحد سنتيمتر تقريبا. ونبدا دابا هادي الغرزه الاولى غير كتسد كاع ما كتمشي، الا لاحظتو غير كتمشي اليمين ليسار اليمين ليسار، صافي كنثبتو الغرزه. ودابا غنمشي انا بدلت دابا الغرزه ديال الماكينه، دابا نوريكم. دابا غادا جهتي انا غادا جهه اليمين، دابا غنعاودو نديرو الفوق والتحت تاني، ديك الغرزة اللي كتثبت لي من اليسر. ودابا غنجر لهيه، شو ودائما كنبقاو محافظين على واحد سنتيمتر ما بين الصباط والحاشية ديال التوب ديال الطابلية ولا اللبسة ديالكم. كتبقاو ماشيين هكا، بقاو المسافة واحد سنتيمتر ما بين التوب والصباط تبقاو محافظين عليها. ودابا سالينا غنمشيو نسدو بهذا، كذا كنبداو به هاد لو بوين، هاد الغرزه كنبداو بها وكنساليو بها. او ها هي العوينه ديالنا واجده. بزاف الناس عندهم هاد الصباط ما كيكونوش عارفين كيفاش يتعاملوا معاه. بغيتي تريكليه على 2 سنتيمتر كتريكليه على 2، كتحبس اوتوماتيكمون بوحدها. ملي كتوصل للحاشيه فاش كتبقاي تخيطي كتوصل لاخر ديال الصباط، راه هي كتحبس ما عندها فين تزيد، يعني اوتوماتيكمون داكشي. حتى فاش كترجعي هكا، انا بديت باليمين كنت جايه عندي، ومن بعد مشيت لليسار ياك بقات طالعه لهي. وبالنسبه للغرز غتصغروهم لاصغر بوين، اصغر غرزه، صافي. يلا غنقول لكم السلام عليكم، تنتلاقاو في درس قادم ان شاء الله.